المدرسة الإعدادية مفيدة بوقي باب المنستير تقدم لأول مرة في تونس الشريط الوثائقي الحدث مفيدة بوقي باب إخراج نعيم الهراني تقنية سينمائية عالية الجودة لمسات جمالية مبتكرة صور وفيديوهات فريدة وثائق تاريخية نادرة شهادات حصرية على العصر شخصية وطنية هامة سياسية عبد الله بشير تربوية محمد محسن البوام محمد الهادي بسلاس انصاف الغزية الزمني خمية المسرحية القدير محمد رجاء فرحات الموسيقار العالمي جاسر بالحاج يوسف إعلامية مدير إذاعة المنستير ياسين قرب وآخرين حقائق صادمة وقائع تاريخية أليمة أحداث تاريخية فاصلة 1954 1973 1978 1983 1986 2012 2015 2018 مروحة بين الأصالة والحدث في الذكرى 64 لتأسيس المدرسة الإعدادية مفيدة بوقي باب المنستير تظاهرة ثقافية ورياضية متميزة حفل موسيقي ومسرحي متنوع حفل تكريم خالد للنجباء ولأجيال من الفرق التربوية شهادات ودروع وجوائز قيمة ضيوف من المسؤولين والتربويين والأولياء والتلاميذ دروني عالمي متميز الموعد غرة جوليا 2018 على الساعة 3 بعد الزوال بالتعاون مع قصر العلوم بالمنستير فمرحبا بالجميع